بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلايدر هنبتدي إن شاء الله بإذن الله السيريز ده من الحلقات بالحديث عن السلايدر يا جماعة. والسلايدر ده بمنتهى البساطة عبارة عن طول جميلة جدا بنستخدمها لما بنكون عايزين اليوزر يختار قيمة محددة أو أكتر من قيمة ما بين رينج من القيم. تمام، السيريز ده هنبتدي كده بأول حلقة النهاردة، راح نتكلم عن السلايدر بيزكس. طيب علشان نعمل السلايدر يا جماعة، اكيد هو قبل ما انا نتكلم عن السيريز الناس اكيد شافت حاجه زي كده قبل كده، وهي بترتاد المواقع بتاعتها وبتعمل براوسنج للموقع ده يا جماعه، بيكون عباره عن السلايدر. طيب اوكي، علشان نبتدي ندرج سيريز، عشان نبتدي ندرج السلايدر ده يا جماعه، في الاول كده محتاجين ان احنا ندرج كلاس اسمه سلايدر، ندرج الكلاس او نستدعي الكلاس اللي اسمه سلايدر. تمام، فعشان كده انا عملت ديفيجن، والديفيجن ده انا هديله الكلاس اللي قيمته سلايدر. تمام اوكي، ديت اول نقطه. النقطه الثانيه، بما ان الكلاس اللي اسمه سلايدر ده هيكون عباره عن الوعاء الحاوي او الكونتينر اللي فيه هيتحط كل المكونات بتاع السلايدر، فبنقول ان انا عندي اكتر من خاصيه المفروض تتحط جنب الديفيجن الكونتينر ده، واولهم حاجه اسمها داتا سلايدر، ده كيورد زي ما هو على كده داتا هايفن سلايدر. السبب في ادراج القصه ديت يا جماعه ان هي بنعتمد عليها علشان نحدد القيم اللي جايه، والقيم اللي جايه كانت خاصه بتحديد الرينج اللي هو البدايه والنهايه للسلايدر. علشان كده الخاصيه اللي بنستخدمها علشان نحدد البدايه اسمها داتا انيشنال ستارت، داتا هايفن انيشنال هايفن ستارت، وبنبتدي نحط قيمة معينة. ولنفرض انا هبتدي من صفر، اما بخصوص النهاية بتاعت الرينج ده يا جماعة بيكون عبارة عن data hyphen end، وابتدي احط القيمة اللي انا عايز اختم بيها السلايدر بتاعي، يعني الرينج بتاعي هيكون عبارة عن من صفر الى 50. لو انا عملت كنترول اس ورحت عملت ريلود، هلاقي ان السلايدر بتاعي تم ادراجه وكليكابل هو، بس ناقص طبعا حاجات تاني، لان انا لسه كنت بقول من شويه يا جماعه ان السلايدر اتسلف نفسه ده عباره عن كونتينر. التأصيل بقى داخل كونتينر ديف اللي اسمه سلايدر ده، عندي ثلاث نقط اساسيين، ثلاث حاجات. اول حاجه الاداه اللي اسمها سلايدر هاندل. السلايدر هاندل بمنتهى البساطه دي الدماغ اللي اليوزر بيمسكها، ديت اللي اليوزر بيشدها للقيمه اللي هو عايزها. جميل خالص، وديت بقى بيتم ادراجها داخل الكونتينر ديف سلايدر يا جماعه باستخدام الوسم سبان. فهنحط وسم سبان وهندرج الكلاس السبيشال الخاص بيها. الكلاس ده يا جماعه اسمه سلايدر هاندل، سلايدر هايفن هاندل، علشان تدرج لي الهاندل ديت او الدماغ اللي انا بعمل كنترول عليها. لكن باي اتسلف هي ما بتشتغلش لوحدها، هي بتشتغل معاها ثلاث خصائص تانيين. اول خاصيه اسمها داتا سلايدر هاندل، ديت كيورد زي بالظبط داتا سلايدر، انت بتحاول تقول له ان ديت عباره عن داتا سلايدر هاندل. تمام اوكي، ليه بقى؟ علشان الخصائص اللي بعد منها تشتغل، واللي اولهم بتكون عباره عن رول، وديت دورها سلايدر. انا مش هنتكلم عن الخصائص دول سبيسيفيك، لكن دولت بيدوا لك شويه كنترول في السلايدر بتاعك. تمام، احنا هنسيبهم كده، لكن ان شاء الله باذن الله اذا احتاجناهم راح نفصلهم. تمام، وان شاء الله باذن الله راح نحتاجهم. يعني النقطه الثالثه الخاصيه الاخيره بتكون عباره عن التاب اندكس، ودي بنحط لها قيمه معينه، ولنفرض انا هقول له واحد، هيجي التأصيل ليها ان شاء الله باذن الله بعدين. فالمفروض ان انا بعد ما بحط الهاندل ديت ان يبتدي تظهر معايا الدماغ، وتبقى الدماغ ديت كليكابل انها المفروض تتحرك. طيب هي مش بتتحرك، داتا سلايدر المفروض انها تبقى داتا سلايدر هاندل يا جماعه، داتا سلايدر هاندل. هي حضراتكم عارفين اي كنترولر او اي كيورد ممكن يتنسي هنا بيوقف عمل الكومبوننت ديت الفكره، عشان كلهم كلاسات محجوزه وبتستدعي خصائص معينه، بتستدعي حاجات ليها تنسيقات معينه. ديت النتيجه اللي احنا وصلنا لها حتى الان مع اول كومبوننت. اوكي جميل، الكومبوننت الثاني الاداه الثانيه اسمها سلايدر فيل.
السلايدر فين الفيل ديت يا جماعه ديت عباره عن تول جميله جدا بيتغير حجمها اللي هي الدماغ دي يا جماعه بيتغير حجمها بناء على المكان اللي انت موجود فيه حاليا تمام اوكي وبيتم استدعائها برضو من خلال الوسم سبان انا عملت كنترول دي بس المره دي هي بتشتغل بشويه خصائص تانيين اوكي تمام الكلاس لا علشان استدعيها هستدعي الكلاس اللي اسمه سلايدر لكن نوت هاندل سلايدر فيل اوكي جميل هي معاها شويه خصائص تانيه معاها خاصيه تانيه اسمها داتا سلايدر فيل كيورد عادي زيه زي داتا سلايدر وداتا سلايدر هاندل ديت اسمها داتا سلايدر فيل ومش هندي لها اي حاجه تانية بعدين تمام الحاجه الثالثه لو انا عملت كنترول اس طبعا انا مش هلاقي فرق جامد ما بيني وما بين اللي انا عملته من شويه لاني لسه ما عملتش كنترول فيها يعني انا ما غيرتهاش بحيث ان حجمها لسه زي ما هو موجود يعني رايت اوكي الجانب الثالث انا ببقى محتاج يا جماعه اكزاكتلي ببقى محتاج انبوت اوكي خلونا طيب ندرج انبوت وداتها طيب يساوي نوع يا جماعة هيكون عبارة عن hidden int تمام انا خليني اعمل كنترول اس input طيب من نوع hidden هياخد القيمة hidden ده يا جماعة اللي هيتخزن في القيمة بتاعت السلايدر انا ممكن طبعا اعمل فيه كنترول زي ما انا عايز لكن طالما هو من نوع hidden مش راح تشوف فرق في ان هو موجود او مش موجود قريت ان شاء الله باذن الله في السيريز اللي جايه راح نحاول نقصل سنه سنه المفاهيم ديت لكن حبينا نتكلم في السيشن بتاع اليوم عن عن نظره عامه عن السلايدر ازاي نبتدي ندرجه الحاجات الاساسيه الثلاثه اللي بيتكون منها ومكملين ان شاء الله باذن الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.